في الواقع يعني إسرائيل لا تعلن عن الخسائر البشرية بشكل صحيح. تجربتنا مع متابعة الإعلام الإسرائيلي خلال الفترة السابقة نكتشف يعني مثلا النهاردة بيتكلموا عن 24 أو 28 جندي، لكن طول الوقت هم يدونا المعلومات بالقطار، بمعنى يقول مات 9 جنود وبعد شوية ساعتين كمان يبقوا 12 وبعد شوية 16 وبعد كده 18 وكده. المسألة دي لصيقة الصلة بأن إسرائيل، الإعلام في إسرائيل، وللأسف في ناس كتير لا تعلم هذه المسألة، يخضع للرقابة العسكرية من الجيش الإسرائيلي. بمعنى أن في ضابط في الجيش الإسرائيلي، هيئة كاملة يرأسها عقيد في الجيش الإسرائيلي، مهمتها مراجعة كل ما يكتب في الإعلام عن العمليات العسكرية، عن العلاقات الخارجية، عن البرنامج النووي الإسرائيلي، واعتماد ما ينشر واعتماد ما لا ينشر. ولو أي صحفي إسرائيلي خاصة المراسلين العسكريين خرج عن هذه التعليمات التي يصدرها المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي وضباط الرقابة، فمصيره إما الفصل من عمله أو الاعتقال أو إنهاء مستقبله المهني بالكامل. فبالتالي التزام الإعلام الإسرائيلي حتى الصحفيين على صفحاتهم على السوشيال ميديا بما ينشره المتحدث الرسمي بيؤكد أن المسألة فيها أقوال حوالين أعداد القتلى، خاصة أن لما تشوف حجم الجنازات وأعداد الجنازات في إسرائيل والتعازي اللي بتنشر للجنود القتلى ومنهم رتب كبيرة، تتأكد أن مش ممكن تكون الأعداد دي أعداد حقيقية ونهائية. وبالتالي أنا بشوف أن يعني إحنا محتاجين شوية يعني نبص للأرقام الخسائر والقتلى في الجانب الإسرائيلي بقدر من التشاؤم. طيب دكتور محمد، ما ربما حضرتك بتتكلم على السوشيال ميديا وعندهم بعض الناس اللي بيدخلوا، وسواء بأسماء حقيقية أو أسماء مزورة أو أسماء يعني مش معروفة، بتشوفهم إزاي وبتشوف مين؟ لأنه فيهم ناس بيعملوا اشتباك كمان مع إخواتنا العرب والمصريين وغيرهم. في الواقع يعني السوشيال ميديا الإسرائيلية حمالة للمواقف الحقيقية والمواقف الموجودة في المجتمع الإسرائيلي. خليني أخدك في جولة كده سريعة السوشيال ميديا العبرية فيما يخص مواقفهم من مصر ومن العالم العربي ومن غيره. يعني الأسبوع ده كان فيه جدل كبير جدا في السوشيال ميديا العبرية حوالين مصر عدو ولا حبيب. القصة بدأت من عضو كنيسة متطرف جدا اسمه ميخائيل بن أريدة، كان من حزب متطرف يميني اسمه الاتحاد القومي، كتب تويتة قال فيها اتهام واضح لمصر، وقال لازم نعرف ان مصر هي السر وراء تسليح غزة. المقاومة عندها صواريخ عمالة تضرب فيها بقالها شهر ولا تنتهي، ومصر هي العدو الأكبر والأخطر على إسرائيل، وهي العدو الأكبر والأخطر من إيران ومن حزب الله وغيره. طبعا التويت ده يعني عايز اقول لك تفاعل معاه اكتر من 100,000 اسرائيلي، وبداوا يحصل شد وجذب وانقسام في اراء حوالين الموقف. راحت فين الاراء هنا وهنا؟ بعض الناس قالوا له حرفيا انت مجنون، يعني دوت مش كلامي، ده تويتات موجودة وحتى الآن لم تحذف يعني، وعايز تجر إسرائيل لحرب مع مصر، وهو احنا يعني بالبساطة كده قد معركة مع مصر، إذا كنا مش قادرين نتخلص من لعنة غزة فهل هنخش معركة مع القاهرة؟ دول ناس عاقلين. في ناس مجانين شوية قعدوا يأكدوا على الكلام ده، لكن هو الراجل يعني ما سكتش، قال لهم خدوا بالكم احنا لما سكتنا عن تعاظم، خد بالك هنا كلامه يهمني في ايه؟ يثبت لك اهميه انك تكون سلاحك صح وجيشك صح. ودوت الحقيقه ان القياده المصريه بتعمله بشكل يعني كبير. هو بيقول لما الاسرائيليين سكتوا، انا هنقل عن كلامه بدقه وبحرفيه، يعني عن تحريك الدفاع الجوي المصري سنة 73 حتى شاطئ قناة السويس، حصل ان الحرب اكتوبر بدأت والمصريين انتصروا، والقوات الإسرائيلية الطيران الإسرائيلي فشل في انقاذ الجنود الإسرائيليين المحاصرين في خط بارليف، وخط بارليف تحول الى مصيدة للجنود الإسرائيلي.